أقوى بمراحل من ما كانت عليه في 15-12-2008. وايد اختلفت الشركة، اليوم أنظف الشركة، لينير الكوست الفات اللي كان موجود اختفى، الشركة اليوم with a stronger management، الشركة اليوم بحوكمة أفضل، بكوربريت governance أفضل، بلجان متخصصة بكل مجالاتها، حتى البزنس موديل اللي قاعد نتكلم عنها اليوم في جلوبال اللي تكلمنا عنها مرارا معاك نجوى اللي هي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، الآن هي راح ترجع الفوكس والكور بزنس اوف جلوبال ويديليفرج ذا كمباني، ان نبدا نسيل في الأصول بطريقة جيدة ومرتبة لسداد التزاماتنا المالية ونركز على الكور بزنس اوف جلوبال. حتى في هذه الظروف الصعبة اللي مرينا فيها جلوبال، يمكن وايد ناس ما تعرف هذا الكلام أو عندها the wrong idea، ظلت ملتزمة بخدمة ديونها، عمرنا ما تخلفنا عن سداد الفوائد. فخلال هذه الأزمة في كل هالظروف الصعبة كنا نسدد الفوائد على وقت، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية اللي أدى إلى ارتياح البنوك. إيه؟ لأن حسوا إن إحنا جادين، حسوا إن إحنا نبي نتعامل معاهم. رقم اثنين، جلوبال لا تزال من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة في مجال إدارة أصول الغير، لا نزال ندير 6.6 بليون دولار. واعتقد ان التقرير الاخير اللي ذكر في الجرائد الكويتيه بما يتعلق في اداء افضل 10 صناديق في الكويت، صناديق جلوبال احتلت المرتبه الاولى والمرتبه الرابعه والمرتبه السابعه، هذا يدل على قوه ومتانه جلوبال في مجال اداره الاصول وراح نحافظ عليها. فوق هذا كله هو التركيز على الوساطه الماليه، اليوم احنا وايد مركزين على نشاط الوساطه في الكويت، في الاردن، في مصر، في السعوديه، وايضا لازم نركز على التوسع الجغرافي مو في كل مكان، راح نركز مره ثانيه على السعوديه، اعتقد هي من اهم الاسواق اللي لازم نركز عليها، ومصر. يعني عاده هيكله ديون جلوبال، يعني جلوبال تعتبر من اوائل الشركات اللي قدرت تحقق هذه العمليه، فانت ايه رايك، يعني ايه اهم النقاط واهم الاشياء واهم العناصر اللي ساعدتكم واللي انت يعني بتوصليها للشركات الاخرى اللي في الان بتمر بنفس هذه الظروف وتكون بعدت الجدوله؟ في رايك ما اهم الاشياء التي يجب ان تقوم بها هذه الشركات لتضمن ان تحقق وتقنع كل هؤلاء الدائنين بتوقيع اعاده الجدوله؟ أنا وايد فخورة في إعادة الجدولة، مو بس علشان مستوى الشخصي، يعني هذا غرور نفس، أنا فخورة لأني شركة كويتية وقدرنا في هذه الظروف الصعبة هم نرفع اسم القطاع الاستثماري الكويتي على مستوى المنطقة كلها. لكن في نصائح مهمة ولازم ناخذها في الاعتبار من هذه التجربة. أولا الإنسان لازم يكون صادق في نفسه ويعرف بالضبط وين المشاكل ويكون عنده الجرأة اللازمة يتخذ القرارات الصحيحة لتصحيح هذا الخطأ. رقم اثنين، لازم تعين شخص يفهم في هذا الموضوع. No matter what we think about ourselves global ونظرتنا لنفسنا، كان لازم يكون معانا مستشار عالمي، واحنا الحمد لله توفقنا باستخدام HSBC معانا، كان دورهم وايد فعال وحيوي. والمستشار ما له قيمة إذا أنت ما تتعاون معه، المستشار ما له قيمة إذا أنت ما تسمع نصيحته، المستشار ما له قيمة إذا أنت ما تقدر تكون واضح وصريح معه. فلازم نكون واضح وصريحين، مثل لما نروح عند الدكتور وما نكشف كل العيوب، لازم نكون صريحين مع أنفسنا، صريحين مع مستشارينا علشان نقدر نوصل للحلول الحقيقية. فوجود جهة محايدة independent professional خلال هذه الأزمة وايد ساعدت جلوبال في تخطي هذه الأزمة. رقم ثلاثة، ما في أحسن من الشفافية، ما في أحسن من الشفافية في التعامل مع كل المشاكل اللي واجهناها. يمكن لأن إحنا كنا من أوائل الشركات في المنطقة اللي طلعت وقالت في ديفولت وإحنا آسفين and we need to sit and talk، وجمعنا كل هذه البنوك، صار علينا الضغط وصار علينا هجوم غير طبيعي، مع أن الأزمة تتطلب الشفافية، وإلى الآن في كثير من الشركات في المنطقة لم تكشف عن حقيقتها. احنا في جلوبال خذينا هذا القرار وخذينا يمكن الهجوم في بداية الأمر أن شركة بحجم جلوبال صار فيها اللي صار، لكن هذه الشفافية هي اللي أنقذتنا لأن تعاملنا معها بكل صدق. يعني مها الغنيم خرجت من هذه الأزمة وعدد الأصدقاء زادوا أو قلوا، يعني اختلفت؟ أنا أعتقد هي مو قصة زادوا كثر ما عرفت منو صديقي من عدوي في خلال هذه الأزمة، وأقدر بطريقة غير معقولة كل من وقف معاي وساندني خلال هذه الأزمة. أولا الشكر والفضل لرب العالمين قبل كل أحد، والشكر والفضل لزوجي وأمي وإخواني وعيالي اللي وقفوا معي خلال، تحملوا غياب أمهم 17 ساعة في اليوم 7 أيام بالأسبوع، كلنا اجتهدنا. والشكر أيضا موصول حق مجلس إدارتي،
اخوي خالد الوزان، مرزوق ناصر الخرافي، الشيخ عبد الله اليابر، مستر الين سميث، وقفوا معي مثل الروك يعني خلال هالازمه، لان كلنا تعرضنا لهجوم، وتعرضنا لهجوم بمستوى شخصي بسبب ما يحدث في جلوبال. وطبعا ما اقدر انسى الاداره في جلوبال، ما اقدر انسى بدل سميط الرئيس التنفيذي، ما اقدر انسى كل السينيور مانجمنت اللي موجوده في جلوبال اللي ضحت في رواتبها وضحت في بونصاتها ورفضت اوفرز من كل مكان في المنطقه عشان تظل واقفه وصامده مع جلوبال في خلال هذه الازمه. وما اقدر ايضا اشكر الصحافه الشريفه والاقلام النظيفه اللي ساندتني خلال هذه الفتره، واشكرك انت بالذات نجوى، لان دائما قلت لك من قبل خلال هذه الازمه سي ام بي سي معاك حاولت دائما تبرز القضايا المختلفه فيما يتعلق سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي بطريقه محايده. تنتقدين وتقولون وتتكلمين بس بطريقه جيده، بطريقه محايده، تنقلين الاخبار من غير ما فيها تحوير او تضليل للقارئ. فارجو ان يعني الصحافه دائما المختلفه والجرائد المختلفه سواء تكلم عن الوطن او الراي، السياسه، الانباء، كلهم ما قصروا يعني وقفوا معانا وقفه ممتازه خلال هذه الازمه، واثبتوا في تحاليلهم وتعليقهم ونقلهم للخبر موضوعيه. الكويت اليوم محتاجه الى التشجيع، احنا كلنا محتاجين الى التشجيع، وانا متاكده قصص النجاح من داخل الكويت حتستمر، جلوبال اولها ما راح تكون اخرها.